السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. انتهت منذ قليل أولى مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الدرجة الأولى الموسم الجديد 2020-2021. طبعا في الجولة الأولى برشلونة وريال مدريد مش هيلعبوا، أتلتيكو مدريد وإشبيلية. خلينا نتعرف على نتائج مباريات اليوم السبت 12/9/2020 وبداية الجولة الأولى، نتعرف على مواعيد المباريات ثم ترتيب الفرق ثم ترتيب الهدافين. بالنسبة لنتائج المباريات النهاردة كان عندنا ثلاث مباريات في الجولة الأولى من الدوري الإسباني. سيلتا فيجو تعادلت أمام إيبار 0-0، غرناطة فازت على أتلتيك بلباو 2-0، وأوساسونا فازت على قادش 2-0. غدا تستكمل الجولة بإذن الله تعالى. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإسباني بعد هذه المباريات. عندنا في المركز الأول أوساسونا في المركز الأول بثلاث نقاط، غرناطة في المركز الأول بثلاث نقاط، سيلتا فيجو في المركز الثاني بنقطة واحدة، إيبار في المركز الثاني بنقطة واحدة، ختافي في المركز الثالث، وإليتشي في مركز ثالث، وفيا ريال وفالنسيا وريال بيتيس وديبورتيفو ألافيز وبرشلونة وهويسكا وريال سوسيداد وليفانتي وأتلتيكو مدريد وبلد الوليد وإشبيلية وريال مدريد، كل دول في مركز ثالث بدون نقاط. قادش في مركز رابع بدون نقاط، وأتلتيك بلباو كذلك في المركز الرابع بدون نقاط. متابعي الكرام هنتعرف الآن ترتيب الهدافين. عندنا في المركز الأول كارلوس كاسترو لاعب أوساسونا بهدف واحد، وايضا لويس ميلا لاعب غرناطه، يانخيل هيريرا لاعب غرناطه، ولوبيز الفاريز لاعب اوساسونا. طبعا هم دول المباريات اللي اتلعبت اليوم. يعني خلينا اقول لك حاجه مهمه جدا، الجوله الاولى مش هتظهر اي حاجه، الجوله الثانيه كذلك، من بدايه الجوله الثالثه هيبان كل حاجه باذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين مع بدايه الجوله الاولى من الدوري الاسباني الموسم الجديد 2020-2021. اشترك في القناه وفعل زر الجرس زملائك الفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.